هل تعتقد أنه اليوم النظام وصل إلى نقطة اللاعودة؟ اليوم عندما تتحدث عن المادة الثامنة تبدو بعيدة جدا، يعني كأنه حل. أنا أعتقد أخلاقيا يجب على رئيس السلطة أن يتنحى عن الحكم أخلاقيا، لأنه لا يمكن الاستمرار في حكم على الأشلاء وعلى الدماء. فمن الجانب الأخلاقي، من الناحية الأخلاقية، انتهى دور يعني أنت بتحمله فقط السلطة. مسؤولية معنوية عما يجري؟ لا لا، بقصد دور الرئيس. حتى لو فرضنا أنه تناسينا ما يجري على الأرض، ما حدث من أحداث عنفية وضد البشر وقتلهم وتشويهم من الطرفين على كل حال، يعني المعارضة أو بدي أحكي أو بعض أطراف المعارضة لم تكن كانت أيضا عنفية. طيب لماذا لم توجه أدونيس هذه الرسالة إلى الشعب السوري؟ لماذا خاطبت يعني أحد الأطراف؟ أنت تقول اليوم في مشكلتين هما النظام والمعارضة، لماذا لم تتوجه إلى هذا الشعب؟ لماذا لم توعيه بما اليوم ترى بأنه يهدد وجوده ومستقبله؟ لا لا لا، أريد أن أقول لك يعني أعدد لك الأشياء التي كتبتها في هذا الإطار. لا أحب أن أتحدث عن نفسي في هذا المجال، أحب أن أتحدث عن قضايا لا عن أشخاص. وكتبت لي لا، أنت اليوم قضيتنا، شخصك اليوم قضيتنا يعني هذا الحوار عن رأي أدونيس في اللي عم بيصير. أقول لك يعني كويس، أنا سأقول رأيي، لكن لا أتمنى، لا أريد أن أتحدث عن نفسي وتكون محور الحديث عن نفسي. يعني أنا ما بعرف إذا انفهم السؤال، يعني كان الشعب السوري أجدر بهذه الرسالة من توجيهها إلى أحد أطراف المشكلة؟ كيف توجهين إلى الشعب؟ يعني إذا كان عندنا معارضة، أنا إذا حدا وجه، إذا أدونيس خاطبني كمواطنة سورية سوف أسمع من لكن أدونيس. أنا خاطبت الشعب عبر خطاب رئيسه الذي هذا الشعب في جزء منه عنده مشكلة مع هذا حتى الرئيس. إذا كان عنده مشكلة دائما الحوار إذا كنا فعلا ديمقراطيين، إذا كنا فعلا نقول بالحوار، وإذا كنا لا نلغي الآخر، يعني النظام الواحدي ألغى الآخرين، فالآخرون يريدون أن يعاملوا بالمثل ويلغون جميع الآخرين الذين لا يرون رأيهم. هذا لذلك أشدد على أن الثورة ضد أنظمة من هذا النوع يجب أن تكون لها أخلاق عالية، ويجب أن تكون لها ممارسة سياسية مختلفة. أما إذا بدنا نحارب النظام بنفس بالأساليب نفسها التي يحارب بها المواطنين، فنحن لا نتقدم.